السلام عليكم، معكم حسين من يكويب. اليوم راح استعرض لكم شرح مبسط عن محضرة الطعام روبوت كوك من روبوت كوب الفرنسية. ايضا راح اعمل صوص البشاميل لاختبار هذا الجهاز. تعتبر روبوت كوك محضرة الطعام الوحيدة اللي تطهي وتطحن وتخلط وتعجن وتطبخ، تحافظ ايضا على درجة الحرارة للأطعمة والصوصات. تقدر تستخدمها في تحضير الصوصات والمأكولات الحارة والباردة، وايضا تقدر تستخدمها حتى في المثلجات. الوعاء سعته 3.7 لتر، والنسبة للمواد السائلة يتحمل حتى 2.5 لتر. نجي الحين للوحة التحكم. زر التحكم بدرجة الحرارة. تبدأ درجات الحرارة من 20 الى 140 درجة مئوية، وتضمن سعة التسخين العالية وسعة التسخين المنخفضة. زر تحديد السرعة تبدأ من 100 إلى 3500 دورة في الدقيقة، وتصل إلى 4500 دورة بضغط زر التربو. زر التحكم بوقت الطهي فيه ثلاث خيارات: العد التنازلي والمؤقت ومؤقت درجة الحرارة، اللي تبدأ بالعد أول ما يصل الطعام إلى درجة الحرارة المطلوبة. زر البرمجة، من خلال هذا الزر تقدر تعين إعدادات المقادير لكل وصفة من سعة الحرارة ودرجتها والسرعة والوقت. بإمكانك من خلال هذا الزر اختيار إعدادات وصفة مخزنة مسبقاً. شكرا على المشاهدة، ولمزيد المعلومات الرجاء زيارة الموقع equab.com.